محتار بين انك تتملك شقتك ضمن ارقى واعرق احياء اسطنبول القسم الاسيوي بكونسبت سكني مثالي وموقع استراتيجي لاستثمار ناجح، او انك تحصل على اطلاله مفتوحه في قصره معالم اسطنبول؟ الحل هو انك تتملك شقتك او منزلك المستقبلي بمشروعنا لليوم، مشروع كانديلي يلي بيكون اطلالاته على البوسفور والجسر مثل الموضح. معكم بتول من شركه جولدن جروب انفستمنت، يلا نتعرف اكثر على المشروع. موقع المشروع موقع عريق جداً، منطقة أسكودار وبالتحديد بحي جنجل كوي. الحي هاد يلي يعد من أقدم الأحياء الموجودة في اسطنبول القسم الآسيوي. مثل موضح عنا، بعض الفيلا الموجودة هون عم يكون عمرها أكثر من 30 سنة وكلها مرممة ترميم لحتى تحافظ على تاريخها العريق، وأيضاً الكافيتريات المطاعم الموجودة أيضاً هي كلها عم تكون تاريخية. يعني بامتياز الموقع الموجود عنا تاريخي عريق جدا رائع ومميز للسكن وحتى لاستثمار ناجح. وهلا خلينا نتعرف اكثر على تفاصيل مشروعنا، يلا نروح سوا. عن تفاصيل المشروع بالذات، وايضا رح نحكي عن جميع الخدمات يلي بيقدمها يلي تعد من الخدمات جدا مميزه ومش موجوده باي مشروع اخر. مثل موضح عنا هون على الماكيت، فالمشروع هو عباره عن 29 بلوك بارتفاع طوابق مختلف. بعض البلوكات عم تكون 7 طوابق، البعض الاخر 6 طوابق. الشيء الحلو والفعليا رائع هو تدرج الارتفاع. عنا البلوكات مو كلها على ارض واحده او على ارتفاع واحد، لا، عم يكون في شيء علوي، شيء وسطي، وشيء ارضي ايضا. ليش؟ هذا شيء جدا مميز وبيعطي للشقق الاخرى انها تشوف البوسفور، يعني كل الشقق بالمشروع عم تشوف البوسفور. هلا خلينا نحكي عن انماط الشقق، فهي عم تكون من غرفتين ونص زائد صاله لحد الخمس غرف نوم وصاله. طبعا عم يكون عندنا الخمس غرف نوم وصاله دوبلكس البعض منهم. والشيء الحلو ايضا كمان والمميز بالمشروع، مميزات المشروع ما عم تخلص، انه عندنا بالطوابق لنقول الارضيه عم يكون المساحات الصغيرة. إذا بدنا نطلع بالتدريج للطوابق الوسطية، فأيضاً المساحات الوسطية مثل 3 وصالة و4 وصالة عم تكون. للطوابق أعلى الشيء طابق السادس أو السابع، فعم يكون عنا أعلى مساحة 5 وصالة دوبلكس. هلأ رح نحكي عن الخدمات. الخدمات جداً مميزة وإكسترا فاسيلتيز موجودة عنا ضمن المشروع، مثل أكيد عم يكون عنا غرف لنزول الضيوف فيها 10 غرف، هدول كلهم موجودين من ضمن الخدمات. وأيضاً عم يكون في عنا يخت، هذا اليخت جميع سكان المشروع ممكن انهم يستخدموه. بالنسبه للمسابح، فموجود ضمن المشروع 3 مسابح. مسبح عم يكون خارجي مفتوح انفينيتي، العامل على تصميمه شركه انشاء امريكيه موجوده هون مهتمه جدا بتصميم المسبح فعليا. وعندنا ايضا مسبحين اخرين عم يكونوا مغلقين. الخدمات كامله، حمام تركي، ساونا، الفتنس، ايضا عم يكون في غرف للسينما، لل اجتماعات، وفي شيء جدا رائع للاشخاص اللي بتهتم بالفخامه واللوكسري، فعم يكون في عنا فيلا ايضا تابعه للمشروع. هاي الفيلا كل شخص عنده ايفنت، عنده اي شيء مميز بحب انه يستخدم الفيلا ويحجزها، ايضا من خدمات المشروع موجوده عنا. وهلا خلونا نحكي بالتفصيل ونشوف الشقه النموذجيه ونشوف كتشطيب والماركات اللي مستعملينها مع بعض.
مرحبا. الشقة الموجودين فيها نحن هي 4 غرف نوم وصالة، عم تكون اطلالت على البوسفور مباشرة. مبدئيا مثل ما شايفين بالضبط، يعني المساحة قديش واسعة قديش مريحة. المستخدم بالأرضية هون عم يكون جرانيت حتى مع المطبخ. عندنا سمارت هوم سيستم للمنزل بالكامل، يعني تحكم كامل. بالنسبة للتشطيبات مثل ما موضحة هون فهي بتتسلم مع الشقة. وهلا رح نحكي عن الصالون بالتفصيل. الباب او مدخل الصالون فهو عم يكون باب جرار سلايد لحتى يستغلوا المساحات الموجودة. جينا للصالون الواسع الرائع. الباركيه المستخدمة هي خشب طبيعي 100%. مثل موضح يعني حكي فعليا لحاله شارح الشقة، شارحة حالها بحالها مثل ما بنقول. وإطلالة البوسفور بانورامية عم تكون 100%. داخل كل شقة عم يكون في تدفئة مركزية خاصة فيها، وأيضا عم يكون في مكيفات تتسلم مع الشقة. هون مثل موضح في عنا تراس واسع جدا، إطلالته عم تكون كمان على البوسفور. الشيء الرائع مكان مخصص للأكل. وحتى في عنا إطلالة تانية فهي عم تكون الإطلالة التانية على الغابات، أيضا عم تكون بانورامية كلها. جميع إطلالات المشروع سواء كانت خارجية أو داخلية فهي عم تكون مميزة وجدا رائعة. يعني مثلا إطلالات الداخلية على اللاندسكيب بالمشروع فهي عم تكون على اللاندسكيب، وأيضا على المسبح المكشوف يلي هو إنفينيتي عم يكون عنا. الإطلالات الخارجية ما بدي شرح، بوسفورس وأيضا جسر. هلا انتقلنا للمطبخ. اهم شيء بالنسبه لست البيت فعليا، يعني انا من الاشخاص اللي كثير بهتم بالمطبخ بانه يكون واسع وشرح. ومثل موضح ما بده كلام ابدا، جدا عم تكون مساحته واسعه. الشيء المستعمل بالارضيه فهو مرمر، بالتالي هون عم يكون عندنا ايضا مرمر. بالنسبه كمان عم يتسلم عندنا ادوات كهربائيه جميعها مع البراد، الفرن، الغاز، وحتى ساحب الهواء والجلاية كلهم من ماركة ألمانية عم تكون. ولما عم نحكي عن شيء من إنشاء شركة النفط فيعني عم نحكي عن شيء كواليتي جدا عالي. خلونا نشوف هون المساحة المستغلينها، يعني مكان مخصص للزجاج أو للمالقية اللي بدك تحطيه بدون الاحتياج لأي بيترينا أخرى إنك تستخدميها ضمن المطبخ. شايفين المساحة قديش واسعة، يعني كل رياحة ممكن ينحط طاولة صفرة أو حتى لفنجان القهوة. والإطلالة هون عم تكون بالنسبة للمطبخ على الغابات أو الطبيعة الخضراء بانورامية مثل موضح. وهلأ خلونا نكفي باقي الشقة مع بعض. هون نحن رجعنا من جديد للكوريدور. مثل ما حكينا الاستخدام هون عم يكون مرمر بالأراضي. التشطيب هاد يعني الزخرفة أو الديكوريشن هاد ما بيتسلم، بيتسلم بس كدهان طلاء للحيط. مثلا هون عم يكون عنا غرفة الماستر الأولى، وهون عنا الحمام الرئيسي. خلونا نشوفه مع بعض. حمام واسع مريح، الديكور كله مثل ما هو بيتسلم. هون عم يكون مكان مخصص أكيد لحتى انه نقدر نحط داخله المناشف، اي شيء ممكن نحتاجه، الكريمات وهي القصص. وهون مكان الدش، المغسله. الكواليتي هيدا الخشب كله بالابواب المستخدمينه بجميع المنزل فهو عم يكون خشب طبيعي ايضا، هي نقطه جدا مهمه. هلا خلونا نشوف ثاني اهم نقطه، غرفه الماستر روم الرئيسيه. ايضا الارضيه عم تكون خشب طبيعي، ارتفاع السقف نوعا ما عم يكون 3 امتار، اطلاله بانوراميه على الطبيعه الخضراء مثل ما موضح. موجود عندنا حمام خاص اكيد للماستر روم، وعم يكون غرفه دريسنج روم. هون مستخدم مرمر بالارض او سيراميك، ضمن الحمامات عم يستخدموا السيراميك. بالنسبه لغرفه الملابس فهي فيها اكثر من خزانه، يعني جدا واسعه عم تكون، وايضا فيها تبريد مركزي، مكيفات مركزيه حتى بغرفه الماستر روم. وهلا يلا نكفي باقي تفاصيل الشقه. هون عم يكون عنا مثل موضح باقي غرف الشقة، ممكن نستخدمهم للأطفال أو ممكن حسب احتياج كل شخص. يعني مثلا ممكن كغرفة هون نوعا ما مساحتها جيدة، ممكن تستخدم كمكتب. هون ممكن غرفة لعب للأطفال، وهذا المكان مخصص للغسيل موجود عنا بهي المساحة. وهون حمام رابع بيكون مخصص لغرف الأطفال. ولهم بيكون خلصنا مشروعنا بالكامل والشقة النموذجية كلها. المشروع مناسب للجنسية التركية، طابه جاهز.
ودائما عم يكون في عنا خطط دفع جدا مريحه وتقسيط مريح، 50% دفع اولى لمده سنتين. ولتحصلوا على افضل العروض الموجوده هون فيكم تتواصلوا معنا على موقعنا على السوشيال ميديا او ارقام الواتساب. كانت معكم بتول من شركه جولدن جروب انفستمنت، تحياتي.